مجددة تحت عنوان من باير بوجاق إلى كركوك، الدور الاستراتيجي لتركمان سوريا والعراق وأمن تركيا. عقدت في العاصمة التركية أنقرة ندوة حضرتها عدد من الشخصيات من تركمان سوريا والعراق، حيث ألقيت كلمات خلال الندوة تحدثت عن أوضاع التركمان ومناطقهم في البلدين والوضع الإنساني المأساوي في مدينة حلب. ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الندوة مستشار وزارة الخارجية التركية أمويد ديالتشن، ورئيس المجلس التركماني السوري أمين بوزوغلان، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي. أوضاع التركمان ومناطقهم في سوريا والعراق والوضع الإنساني المأساوي في مدينة حلب كان محور الندوة التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة تحت عنوان من باير بوجاق إلى كركوك، الدور الاستراتيجي لتركمان سوريا والعراق وأمن تركيا، حيث شهدت الندوة حضور جمع من الشخصيات من تركمان سوريا والعراق إضافة إلى شخصيات من الجمهورية التركية. ومن أبرز مستشار وزارة الخارجية التركية أميد يالتشن، ورئيس المجلس التركماني السوري أمين بوزوغلان، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي. وألقى مستشار وزارة الخارجية التركية أميد يالتشن كلمة في الندوة أكد خلالها أن التركمان في سوريا والعراق هم من المكونات الرئيسية التي عاشت على مدى التاريخ في هذين البلدين، مشيرا إلى أن الجمهورية التركية لطالما أكدت دعمها لوحدة أراضي العراق وسوريا ووقفت على مسافة واحدة من جميع المكونات في هذين البلدين دون أي تفرقة مذهبية أو طائفية، كما أن تركيا وقفت ولا تزال تواصل وقوفها إلى جانب الشعبين العراقي والسوري اللذين يعانيان أشد المظالم والانتهاكات. من جانبه تحدث رئيس المجلس التركماني السوري الدكتور أمين بوزوغلان عن المظالم التي يتعرض لها تركمان سوريا خصوصا في السنوات السابقة على يد نظام بشار الأسد، مضيفا أن عملية درع الفرات العسكرية التي يقودها الجيش التركي ساهمت في تحرير العديد من القرى والمناطق التركمانية في شمال سوريا، كما نوه بوزوغلان بالأحداث الدامية التي تشهدها مدينة حلب السورية والتي شهدت حتى الآن مقتل عشرات الآلاف على يد النظام السوري دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا لوقف هذه المجازر. أما رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي فتطرق في كلمته إلى الأحداث الأليمة التي واجهت التركمان في العراق وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على العديد من مناطق تركمانيلة واضطرارهم للهجرة والنزوح من مناطقهم بسبب ذلك، مضيفا أن التركمان في العراق وسوريا يتشاركون نفس المصير ولهم نفس الجغرافية في العراق وسوريا. إلى ذلك أكد المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية التركية ورئيس وقف كركوك أرشد هرمزلي في كلمته بأن حلب وكركوك والموصل كلها مدن تحمل الهوية التركمانية، كما نوه بالأزمات الإنسانية التي تعيشها الموصل وحلب ونزوح أعداد كبيرة من التركمان من مناطق تركمانيلة بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على تلك المناطق خلال الفترة الماضية. رئيس اتحاد جمعية ترك أوزقلار الدكتور محمد أوز أكد في كلمته خلال الندوة عميق العلاقات الوطيدة بين الشعب التركي والتركمان في سوريا والعراق، وتحدث عن عهد السلجوقيين والعثمانيين الذين حكموا العراق وسوريا بالعدل والإنصاف طوال قرون من الزمن. كما تحدث قائد لواء السلطان محمد الفاتح في الجيش السوري الحر محمد شعبان سليمان عن النضال المسلح للتركمان في سوريا والتضحيات التي قدمها المقاتلون التركمان في قتالهم ضد قوة نظام بشار الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة للنظام. وفي حديث لفضائية تركمانيلة عقب انتهاء الندوة أوضح مستشار وزارة الخارجية التركية أميد يالتشن
أن هذا الاجتماع كان مهما وله دلائل كبيرة، لأنه شهد مشاركة شخصيات من تركمان سوريا والعراق والمجلس التركماني السوري والجبهة التركمانية العراقية، وأيضا دبلوماسيين وشخصيات ووسائل إعلام، حيث تم الحديث عن جغرافية تركمانلة وأوضاع التركمان في سوريا والعراق والمظالم التي تعرضوا ولا يزالون يتعرضون لها، وكيفية وضع رؤية مشتركة الاستراتيجية ومستقبل التركمان. كما نوه رئيس المجلس التركماني السوري الدكتور أمين بوزغلان بأن تركمان سوريا والعراق يتشاركون المصير ذاته، لأنهم منذ نحو 100 عام يتعرضون لعمليات الإبادة ومحو الهوية القومية والتاريخية، إضافة إلى جرائم القتل والتهجير، مضيفا أن ما نعيشه في حلب اليوم إنما هو جحيم بمعنى الكلمة، فالناس الأبرياء هناك تحت حصار لا إنساني، ونرى جرائم القتل التي حصلت مؤخرا بحق النساء والأطفال في حلب، والقتلى هم من المسلحين والميليشيات التي تقف وراءها قوى كبرى ظالمة. أما رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي فتحدث في تصريح لفضائية تركمانلة عن الوضع الإنساني حول أبرز مجريات الوضع.